نعم. شيخ، لماذا خص إبراهيم عليه السلام بدعوة التوحيد؟ بإيش؟ لماذا خص إبراهيم عليه السلام بدعوة التوحيد مع أن جميع الأنبياء دعوا للتوحيد؟ شو؟ لماذا خص إبراهيم بدعوة التوحيد؟ كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. لكن إبراهيم كما تعلم أبو العرب وأبو الإسرائيليين، وهو يدعو إلى التوحيد الخالص، واليهود ادعوا أنهم أتباعه، والنصارى ادعوا أنهم أتباعه، والمسلمون هم أتباعه. فكان هو عليه الصلاة والسلام قص بأنه أبو الأنبياء وأنه صاحب الحنيفية، وأمنا باتباعه لنحقق أننا نحن أولى بإبراهيم، كما قال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. وقال ردا على اليهود والنصارى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم.